اهلا بيكم في فيديو جديد مع مهندسة الديكور لميا حسن. تعالوا النهارده نشوف ايه هو علاقة علم طاقة المكان او الفينج شوي بديكور الحمام. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتدعموني بكومنت. اول حاجة هنشوفها النهارده في علاقة الفينج شوي بديكور الحمام هي الالوان اللي نختارها في الحمامات. عموما الوان المية هنبعد تماما عن ديكور الحمام، يعني مش هنختار ولا الأزرق ولا الأسود علشان دي ألوان مش هتتناسق مع الطاقة بتاعة المكان. احنا عارفين ان الحمام فيه طاقتين، فيه طاقة إيجابية اللي جاية من المية وفيه طاقة هدر اللي جاية من الصرف. فأهم حاجة هنا ان احنا ما يبقاش عندنا هدر في المية، يعني نصلح كل الحنفيات والسيفون بتاعنا، لان ده فعلا بيسبب مشاكل مالية كتير جدا للناس اللي عندها إهمال في تصليح الخلاطات أو الحنفيات والسيفون بتاع التواليت. فده حاجة مهمة جدا إن احنا ناخد بالنا منها، ما يكونش في حاجة بتنقط عندنا خالص. الحاجة التانية في الألوان إن احنا نختار الألوان النيوترال، يعني الرمادي، البيج، الأبيض، الحاجات السهلة البسيطة دي بتبقى مهمة جدا. في الألوان بقى اللي احنا هنحطها لازم، يعني مهم جدا ان احنا في الحمامات علشان نعادل طاقة الهدر دي بالطاقة الإيجابية، لازم ان احنا نحط ألوان في كصورة بس، يعني من عناصر الأرض اللي هي عنصر من عناصر الفينج شوي الخمسة، ان هي مثلا زي صورة شجرة، زي صور حاجات ليها علاقة بالزرع والحاجات الطبيعية دي، كلها مهمة وحلوة جدا في الحمام علشان تعمل طاقة إيجابية بتعادل شوية طاقة الهدر اللي موجودة في الصرف وكل ما هو موجود في الحمام. برضو نتكلم عن بعد كده نشوف ان احنا كمان نحط زرع طبيعي، يعني مثلا البامبو من الحاجات الحلوة اللي بتتحط، ودي زرعة الحظ عند الصينيين، وهي فعلا زرعة بتجيب الحظ فعلا، وكل خير ربنا بيجيب الحظ، خصوصا الزرع في البيوت بيبقى فعلا حاجات كويسة، بس لازم نهتم بيه وما نهملوش، ونبعد عن الصبار، ونبعد عن الزرع المدبب، ونبعد عن الزرع اللي كله شوك. فده حاجات بتبقى أساسية ان احنا نحطها في البيوت علشان تجلب شوية الخير، لان الروح عموما في البيت حلوة ان احنا نجيبها ونهتم بيها، سواء كانت زرع او مثلا عصافير او حاجة زي كده. بعد كده التهوية الكويسة، يعني نختار لو عندي اختيار ان الشباك بتاع الحمام يكون على الشارع او على المنور مثلا، لا يبقى على الشارع على طول عشان ندخل شمس وهواء احسن. دايما باب الحمام يكون مقفول علشان ما تخرجش منه طاقات على سلبية لبره الحمام. كمان دايما الباب الحمام يكون مرتب جدا وما فيهوش اي كراكيب او اطباق وحاجات التنظيف والجو دوت، ما فيش داعي منه خالص في الحمامات. ولما تكون يبقى دخولك في الحمام دايما في نحافظ على روائح كويسة جوه الحمام، وسواء بقى كان بشمع ريحته كويسة او سبراي او اي حاجة، يعني ما تبوظ صحتنا، فدي تبقى حاجة كويسة. برضو الحباب مدخل الباب بتاع الحمام ما يكونش مواجه لقاعدة التواليت على طول، ده مش كويس خالص. لازم قاعدة التواليت تكون في زاوية او تكون بعيد شوية عن مواجهة الباب الحمام. ما يكونش برضو باب الحمام مواجه لمراية، برضو دوت غلط في الفينج شوي. باب قاعدة التواليت ما تكونش في ظهر السرير، لو كانت ليها علاقة بأوضة النوم ما يكونش ظهر السرير في ظهر قاعدة التواليت، ده برضو مش كويس. فبنختار السرير في مكان بعيد عن الحمام، ده يفضل يعني في حيطة بعيدة عن الحمام بشكل عام، وإذا ما قدرناش يبقى في حيطة بعيدة عن قاعدة التواليت. الباب الحمام او الحمام نفسه ما يكونش في مدخل البيت، برضو ده حاجة مش كويسة، وخصوصا ان يكون باب البيت
يكون في وش باب الحمام برضو دوت، بيجيب طاقات مش محتاجينها خالص. المراية بتكون ما تكونش كمان عكسة لصورة قاعدة التواليت، يعني لا هي تكون في نفس في وش الباب، ولا تكون عكسة لقاعدة التواليت، ولا تكون في وش التواليت نفسه لو كانت هي طويلة للأرض ما تعكسش صورة التواليت. كمان الشباك اللي احنا محطوطين دايما يكون، يعني شباك الحمام نحتفظ بيه تهوية عالية وتهوية دايما في الحمامات، وما نعتمدش بس على الشفاط بتاع التواليت، يعني لازم يكون في تهوية طبيعية في الحمام. برضو الحمام ما يفضلش لو احنا بنختار المعماري بتاعه ما يكونش بتاع البيت بتاعنا، ما يكونش الحمام لا في نص البيت، ولا لو هي فيلا ما يكونش الحمام فوق المطبخ، وبرضو ما يكونش الحمام فوق مدخل البيت على طول. كل دوت احنا مش محتاجينه نهائي في الحمامات. حاجة تانية ان باب الحمام ما يكونش مواجه لباب المطبخ، وخصوصا ان يكون لو الباب الحمام في وشه قاعدة التواليت وباب المطبخ في وشه البوتاجاز، فهنا عنصر الماي النار مع المية بيبقوا مقابلين لبعض، برضو دوت مش محتاجينه خالص في الفينج شوي، مش مناسب خالص. فالأحسن إن ما يكونش باب الحمام مواجه لباب المطبخ خالص. برضو هنا لازم ناخد بالنا إن المية ليها علاقة بالمال، وإهدار المية برضو ليه علاقة بإهدار المال، فعشان كده دايما نكون حريصين إن احنا نجيب خلاطات كويسة وما تكونش وما تبص بسرعة، علشان نحافظ على طاقة إيجابية جوه الحمام بتاعنا، ونحافظ دايما إن احنا نحط زرع طبيعي زي مثلا البامبو، زي البوتس، زي حاجات تكون طبيعية، ودايما نحافظ عليها ونراعيها كويس. وطبعا بنحط لها إضاءة مخصوص، لو الحمام مكان مليش إضاءة فلازم يكون في إضاءة عليها برضو. وكمان لو الحمام في غرفة النوم ما يكونش في فواصل إزاز بين الحمام أوضة النوم أو غرفة النوم نفسها، يعني تكون اللي بين الحمام وغرفة النوم يكون حيطة، ويكونش الباب برضو إزاز بتاع الحمام اللي جوه أوضة النوم ما يكونش إزاز أو ما يكونش مفتح، يعني لازم يكون باب مقفول عشان ما يطلعش الطاقة بتاعته لبره. حلو قوي إن احنا نحط عناصر من الطبيعة جوه الحمام، زي الحجر الطبيعي، زي الكريستال، من الحاجات اللي احنا لما نحطها في الحمام برضو بتعادل الطاقة السلبية. وبشكل عام لو ما قدرناش إن احنا نحافظ على كل الشروط ديت، وساعات طبعا الشقة نفسها بتجبرنا على كده، ان احنا نحتفظ بحمام نظيف جدا مش بينقط، الوانه هادية وبعيدة عن الازرقات، وكمان مفيهوش كركبة، والاضاءة كمان بتاعته تكون كويسة. وتابعوني في الفيديو القادم عن علاقة الفينج شوي برضو بقية غرف المنزل، سواء كان المطبخ أو الليفينج روم أو السفرة. وإلى اللقاء في فيديو جديد مع مهندسة الديكور لميا حسن، وتابعوني في كل ما يخص الديكور والتشطيبات، ويا رب بيوت العرب كلها تبقى جميلة. شكرا وإلى اللقاء.